رئيس الجماعة الترابية المنافعة، كيف حضرتوا جزاكم الله خيرا في هذا الحفل البهيج اللي عرف يعني الزيارة ديال السيد الوالي مشكور في سابقة اللي نتمنوها ونعتز بها ونفتخر بها، والحمد لله كي كتشوفوا في الساكنة ديال الدوار كلها حاضرة والناس سعداء بهذا الورش هذا الإعلامي، هذا الورش التربوي الكبير، يعني هذا القسم الأولي اللي كيضم 23 طفل ما بين بنات وأولاد. المؤطرة هي بنت الدوار حاصلة على شهادة البكالوريا باك بيس 2، استفدت من تكوين في إطار الشراكة مع إحدى الجمعيات المختصة في التعليم الأولي، وكذلك هذا القسم هذا اللي تم التجهيز ديالو من طرف المبادرة وفقت يعني جوج الأقسام أخرى في الطرف ديال الجماعة. حنا كمجلس جماعي سنعمل في المستقبل القريب على تعميم هذه المسألة في كافة الدواوير، ونتمنوا من الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.